اتفاق إجلاء جديد في سوريا، هذه المرة لمسلحي أحرار الشام من حرستا في الغوطة الشرقية وعائلاتهم. الاتفاق القائم برعاية روسية ينص على إجلاء نحو 1500 من مقاتلي أحرار الشام، إضافة إلى 6000 من أفراد أسرهم، كما سيتم إجلاء عدد من الجرحى والمصابين ضمن هذا الاتفاق. يتضمن الاتفاق إخراج 13 شخصا كانوا محتجزين لدى حركة أحرار الشام، من بينهم جنود في القوات الحكومية ومدنيون وجرحى. عسكري سوري حكومي قال إنه من المتوقع أن تغادر مدينة حرستا 40 حافلة تنقل الدفعة الأولى من مسلحي حركة أحرار الشام مع عائلاتهم إلى إدلب شمالي غربي سوريا. دخلت الحافلات التي ستقوم بعمليات الإجلاء صباحا، وستواكب قافلة الحافلات قوات حكومية سورية وقوات روسية حتى وصولها إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وفق مصادر حكومية، غادرت سيارتا إسعاف تقلان أشخاص الذين كانوا محتجزين لدى حركة أحرار الشام، ويبدو أن الإفراج عن هذه المجموعة يؤشر لبداية تنفيذ هذا الاتفاق. العملية طبعا حصدت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا ابن الغوطة كتب قائلا: المجلس المحلي في مدينة حرستا قال في الغوطة الشرقية إنهم سيتركون المدينة بعد معاناة 20,000 مدني محاصر في الأقبية والملاجئ استمرت لأربعة أشهر نتيجة لحصار المدينة من قوات الأسد وحليفها الروسي. الكاتب والصحفي أحمد موفق زيدان قال، يقول: حرستا قصة هزيمة للإنسانية بمقابل الحيوانية المتوحشة. ما قيمة الأرض إن هجر أصحابها واحتلها الأغراب؟ أما آخرون فكان لهم رأي آخر، مثل خلود حسان التي كتبت: حرستا تحت سيطرة الجيش، عين ترمى تحت سيطرة الجيش، صباح الانتصار السوري. كما ذكرت هذه التغريدة، تقول مصادر روسية والحكومة السورية أيضا إنهما سيطرا على ما يصل إلى 70% من مساحة الغوطة الشرقية. هذه الصور مثلا من دوما الخاضعة لجيش الإسلام. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات ما زالت مستمرة مع فيلق الرحمن في الجيب الجنوبي الغربي من غوطة دمشق الشرقية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء سلامة المدنيين في الغوطة الشرقية، حيث لا يتوفر لديهم الخبز أو المياه الصالحة للشرب. معنا عبر خدمة سكايب من الغوطة الشرقية يوسف البستاني، مدير وكالة دمسكي الإعلامية. مرحبا بك سيد البستاني. هل ما نشهده اليوم هو بالفعل تطبيق لكامل الاتفاق، حيث أن هناك دفعة يعني خرجت، ولكن هل معروفة الجهة التي ستتجه إليها؟ نعم سيداتي، أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين. انطلقت صباح اليوم أو بدأت انطلاق عدد من الباصات بخصوص الدفعة الأولى لهذا اليوم، وهي تتألف من 40 باص. يقدر عدد الأفراد الذين سيخرجون باتجاه الشمال السوري باتجاه مدينة إدلب 1500 شخص بين ثوار وبين مدنيين. مجموع عدد الأشخاص الخارجين في هذا الاتفاق هم 8000 مدني، سيخرجون على دفعات على عدة أيام، تقريبا 3 أو 4 أيام ليكون الاتفاق قد تم بشكل نهائي. لا نستطيع الحكم على هذا الاتفاق إلى أن يتم تطبيق كل بنوده. وليس ضمن هذا الاتفاق ليس فقط إجلاء، وإنما هناك ضمانة لنحو 10,000 مدني أو أكثر من 10,000 مدني أصروا على البقاء داخل المدينة، هم من أبناء مدينة حرستا أصروا على البقاء وعدم الخروج. وهناك ضمانات قدمت لهم من قبل روسيا أن لا يتم التعرض لهم، وأن لا يجبروا على الخروج من المدينة، وأن لا يتم يعني أن تتعرض لهم الميليشيات من قبل إيران. ولكن يعني الحكومة تقول بأنها سيطرت على 70% فقط، ولكن هناك مناطق أخرى مثل دوما وبلدات جنوبية ويعني حرستا أيضا منها، حتى الآن هناك جيوب قتال، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المدنيين محاصرين، ومراكز الإيواء تشتكي الأمم المتحدة من أنها ليست بالمستوى المطلوب. نعم سيدتي، يعني فكرة تهجير أهل الغوطة كانت مخطط غير مجهز له، وإنما يعني تم بأمر بشكل عشوائي من قبل نظام الأسد وروسيا، والأمم المتحدة لم تستطع التعامل مع هذا الملف بشكل صحيح. هناك آلاف العائلات بدون مأوى التي خرجت من الغوطة. الكارثة هي في مدينة دوما وفي بلدات القطاع الأوسط في عين ترمة وزملكة وعربين، التي تحوي هاتين المنطقتين بالشكل الإجمالي نحو 300,000 مدني. في دوما لوحدها هناك نحو 150,000،
أو أكثر من 150 ألف، في عين ترمة وزمالك وعربين أكثر من 100 ألف. هؤلاء المدنيين لا يوجد قابلية لتهجيرهم إلى أي مكان آخر، فهناك مشكلة تعيشها تلك المناطق. تجري مفاوضات، العمل على مفاوضات، هناك لجنة مدنية من مدينة دوما تقوم بالمفاوضات مع الجانب الروسي لوضع حل لمدينة دوما وعدم تهجير هؤلاء المدنيين. لا نعلم تفاصيل الحل، رب الأيام القادمة يوسف سيظهر البستاني ذلك. يوجد مدير أيضا وكالة مفاوضات. دمسكي الإعلامية، شكرا جزيلا.